لا انا كنت شايف ان كهربا عشان انتقده او ما انتقدوش، كهربا في محنه بيقضيها هو اللي عملها لنفسه، وانا ما احبش ازايد عن ينفع للزمالك ولا ينفع للاهلي ولا اتكلم على الولد، دي حريه شخصيه، حريته كلاعب نجح او ما نجحش، كان يطلع منه احسن من كده، كان ممكن يطلع منه احسن من كده، هو غلط في حاجات كتيره في حياته، هو اللي بيتحمل نتيجه اخطائه، لكن اكتر من كده ما اقدرش اقول او ازايد او اتكلم عن حد، لان كهربا بني ادم في الاخر، والناس اللي بتنتقده بشكل غير انساني غير مقبول، والناس اللي بتتكلم عليه بشكل غير لائق غير مقبول، انه في الاخر بني ادم غلط ما غلطش دي حاجه ترجع له، وهو بيحصد اخطاء. مش هيروح الاهلي ومش عايز يجدد في الزمالك، مصعبين الدنيا ليه؟ ليه الناس قاعده تلف وتدور حوالين نفسها؟ لان في ناس غاويه صناعه فتن، البلد دي دلوقتي الفتن الرياضيه وعمليه التطرف والتعصب هي اللي منتشره فيها، يطلع ناس يقول لك اوعى فلان الفلاني قاعد يتكلم معاه وسلم عليه. طب وبعدين؟ هل ده معناه انتقاله للنادي الاهلي؟ هنتكلم ونعمل اصل فلان الفلاني قال، لا 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 الكلام ده كله مش حقيقي. الولد واضح ان عنده توجه لبلد من البلاد العربيه، واضح ان عنده توجه بالشكل ده، كونك ان انت هتقدر تديله مردود مالي اعلى من امكانياتك وطاقتك قد ما تقدرش تتحمل. زعلت، زعلت جدا، هدف الزمالك كان اقوى، لكن المدير الفني ما قدمش الزمالك بالشكل اللائق. هتقولي مشاكل فنيه اداريه، هتقولي مش عارف ايه، لكن الزمالك كان اقوى. طبعا في عرف كره القدم مفيش اقوى واضعف، الاذكى، وهو كانوا اذكياء في حدود امكانياتهم لعبه، والزمالك ادى في الوقت ده مساحات، الزمالك بقاله فتره عنده مجموعه افراد متميزه متكامله على كمان المستوى الجماعي، لكن خلينا نتفق ان الاهلي ما كانش عنده ده، بس عرف يكسب، والكره ما بتحترمش في الاخر غير اللي بيعرف يكسب. فكان هدف الماتش، سير المباراه كان فجائي، الزمالك ابتدى وحش.